أكرونيس هي عبارة عن سايبر بروتكشن كومباني مركزة بشكل أساسي على الجزئية الخاصة بالديتا بروتكشن كمان من السايبر سيكيورتي. كل تركيزنا ازاي نحمي اليوزر ديتا ونتاكد دايما انه عنده باك اب منها ونتاكد كمان ان هو سيكيورد من اي هجمات الكترونيه ممكن تحصل عليه. عندنا شراكه كمان مع بعض الانديه الرياضيه من ضمنها مانشستر سيتي ونقدر نعمل لهم ديتا بروتكشن للديتا تبعهم ناخد منها باك اب وكمان عندنا شراكه معاهم في الارتفيشال انتليجنس والماشين انتليجنس از ويل او الماشين ليرنينج. إن إزاي نقدر نحسن البرفورمانس بتاع اللعيب وإزاي نقدر نتراك الموفمنت بتاعته في الملعب نحسن من أدائه فيها، فده بشكل عام اللي بتعمله أكرونيس مع الكاستمرز بتوعها ومع الشركاء تبعها كمان.